يا مساء الجمال، اهلا بحضراتكم. في الحقيقه احنا عايزين نتكلم النهارده في موضوع بيهم كل امراه وبنت بتتابعنا، وهو ازاي نبان اصغر 10 سنين من عمرنا. ازاي اول ما يكون في عندنا فاين لاينز او رينكلز حوالين بتطلع لنا في بشرتنا، ازاي بسرعه ناخد خطوه ونروح لمين؟ هل نروح لدكتور التجميل الاول ولا نحاول ان احنا نبتدي نستخدم الحاجات اللي عندنا في كل بيت، زي مثلا زيت الزيتون، لان زيت الزيتون ده فيه انتي اكسيدنت وكمان بيشد البشره، ففي ناس كتير بتستخدمه علشان تاخر من ظهور التجاعيد. طبعا السؤال ده ليه كتير، يعني الاجابه بتاعته هيرد عليها طبعا معانا النهارده اللي مشرفنا الدكتور محمد شهاب الدين، استشاري الجراحه والتجميل والحروق، وهو اللي هيرد على كل اسئلتنا. منورنا يا دكتور. اهلا بيك. نعمل ايه علشان نبان اصغر؟ يعني قول لي بقى نبدا ازاي، وبعدين اول ما تظهر نستنى الفاين لاينز لحد ما تظهر، ولا على طول نروح لدكتور التجميل؟ هو في البدايه المفروض ان احنا يعني الوقايه خير من العلاج. فاحنا نتقي الاول ان احنا يبتدي يبقى عندنا نوع من التجاعيد في الوش او البشره ان هي تشيخ تتعجز يعني. طبعا هي مصلحه ان الناس تعجز عشان تيجي عندنا ونشتغل، بس هي الفكره ان احنا برضو لازم نقول النصيحه السليمه للناس ازاي ان هم ياخروا يعني عجز البشره بتاعته. نمره واحد، احنا عندنا مشاكل جدت في العصر الحديث، ان احنا ابتدينا نخش في عصر تكنولوجيا كتير جدا، وابتدينا نتعزل عن اتصالنا بالارض. عدم اتصالنا بالارض ده معناه ان الجسم بتاعنا ابتدى ان هو يحوش الكترونات، والالكترونات دي الكترونات سالبه بتاثر على شيخوخه الخلايا. الجزء الثاني المهم في هذا الامر ان احنا ابتدينا نستخدم كتير من المواد الصناعيه اللي بتتسبب طبعا في مضار كتير جدا، سواء كانت في التغذيه بتاعتنا، سواء كانت في استخدامها في المساحيق بتاعه التجميل، او حتى الملابس بتاعتنا. فاحنا المفروض ان احنا نبتدي من البدايه ان احنا نغير من اسلوب التغذيه بتاعنا، ونغير من اسلوب حياتنا فعلا. وهنبتدي بحاجه بسيطه جدا، ان احنا هنقول ان احنا هنرجع نرتبط بالارض بتاعتنا. يعني ايه نرتبط بالارض بتاعتنا؟ بيطلق عليها باللغه الانجليزيه جراوندنج، ان احنا نعمل ارضي. اللي اكتشف قبل كده بمناسبه ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده، ان الانسان لازم رجله تبقى لمسه الارض، يعني ما يبقاش بالظبط لفتره بالظبط، لان هو بدايه الابحاث اللي ظهرت في هذا الامر اكتشفوا ان بعض الامراض ما ظهرتش غير من بعد سنه 60. ايه اللي حصل سنه 60 على وجه التحديد؟ هو ظهور النعل بتاع الحذاء اللي هو معمول من المواد الصناعيه اللي هي جايه من مشتقات بتروليه، واللي هي عزلتنا تماما عن الارض. طيب لو قدرنا ان احنا ننزل الصور كده هنلاقي ان في كتير من الحاجات الحاجات اللي احنا بنعملها يوميا. احنا ابتدينا ان احنا نتعزل، فما حصلش ان احنا بقى في الارض اللي احنا بنقول عليه او جراوندنج. هشبه لحضرتك بحاجه بسيطه جدا، انت لو جبتي اي جهاز في البيت، غساله اطباق، غساله هدوم، ايا كان، وحطيناها من غير الايرثنج او الجراوندنج بتاعها، الغساله دي او الاله دي هتبتدي يتكون جوه منها شحنات سالبه زائده، وتبتدي ان هي تعمل اللي احنا بنسميه كده بالبلدي بتهنج. نفس القصه بتحصل معانا، احنا عباره عن دايره كهربائيه شغاله. عندنا لما بنيجي نعمل رسم قلب هو استشعار للكهرباء اللي طالعه من القلب، وكذلك رسم المخ، وكذلك رسم العضلات والى اخره. فالجسم ده اللي هو فيه هذا الكم من الالكترونات السالبه محتاج ان هو يتصل بالارض عشان يفرغ الشحنات الزائده. الشحنات الزائده دي بتروح فين لو احنا ما فرغناهاش؟ بتروح في الجهاز العصبي، بتروح في الخلايا بتاعتنا نفسها بتحتقن كويس، والخلايا لما تحتقن بتعمل ما يطلق عليه في الطب ذا انفلاميشن او الالتهاب. صحيح. الالتهاب ده بيبتدي ان هو يفرز بعض المواد اللي هي بتدمر تقريبا الخلايا، وبيستجلب بعض
المواد اللي موجوده في الدم عندنا اللي هي بتخلي الخلايا بتاعتنا يحصل لها ايجنج، تعجز. طيب دكتور محمد، الناس اللي بتاخد فيتامينز مثلا، كل البيهات بي 6 وبي 12 علشان خاطر تقوي الاعصاب، وعلشان خاطر كمان الموضوع ده مهم جدا، الفيتامينز للبشره. يعني في بنات كتير، وطبعا ليا صديقات كتير، انا مع ان احنا طول يومنا بيبقى بره البيت، فطبعا ما فيش نيوتريشن مظبوط، ما بناكلش كويس، معظم الاكل ما فيهوش الفيتامين ولا فيتامين اي ولا فيتامين اي، ولا بناخد انتي اوكسيدنت. فبتلاقي فجاه طبعا ناهيك ان في كمان كتير بنات وكتير سيدات بيدخنوا، فالموضوع ده بيخلي الايدجنج يبقى سريع جدا، يعني فتره قصيره، وكمان ما بتاخدش فيتامين ولا في تغذيه ولا ميه. فعايزه حضرتك برضو تكلمنا شويه عن الموضوع ده، يعني الجفاف البشره والجلد، وازاي يعني اتعامل، ازاي اعمل ايه، عايزه ابان صغيره، ممكن اعمل ايه؟ انا زي بقول لحضرتك، هو البدايه ان احنا بنرجع للطبيعه. اول حاجه زي ما قلت لك ان احنا بنعمل الجراوندنج او نعمل الارض. تاني حاجه هو تغيير التغذيه بتاعتنا. كميه الميه اللي الناس بتشربها قليله، وانا بفكر الناس كلها وبفكر حضرتك وبفكر نفسي طبعاً. ان احنا محتاجين نشرب ميه اكتر بكتير. الميه لما بتقل في جسمنا، نفس كميه الميه اللي هي ما بتوصلش دي ما بتوصلش للخلايا نفسها. فالخلايا بيحصل لها ايه؟ حاجه بتجف بتكرمش. صح. فبالظبط هو ده اللي بيحصل عندنا. نمرة اتنين، طبعا الناس دلوقتي بقت معتمدة جدا على في الاكل بتاعها في التغذية اليومية، يقول لك ايه تعالى نجيب من كذا وكذا، ودول كلهم ما يطلق عليه الفاست فود، او اللي علميا اسمه الجانك فود، اللي هو الطعام الغير مفيد بالمرة. والطعام الغير مفيد بالمرة ده هو معمول اساسا علشان خاطر الناس تكسب كويس، وحضرتك ما تشبعيش، والناس تدخل وناس يتغير بشرتها وتغير كل حياتها. لا يحتوي على المينرالز او الاملاح المعدنيه اللي هي اساسيه لحياه الجسم بتاعنا كلها. الاملاح المعدنيه دي اهم بكتير قوي من الدهون المهدرجه والدهون اللي موجوده في الجانك فود، في التغذيه اللي احنا بناخدها من الاماكن اللي انت عارفاها. بنصح دايما للناس ان لازم الفاكهه، الخضروات اللي هي الحاجات الفريش، اللي هي الحاجات اللي ما هياش مخزنه ولا مجمده. نرجع تاني للاكل بتاع زمان. أيوة. شوف اللي جدودنا الجد والجده كانت بتعمل ايه، ما كانوش يعرفوا لا البرجر ولا السوسيس ولا الحاجات اللي هي كلها معموله من اشياء مصنعه. ونرجع للطبيعه مره تانيه. ده يعني عارف حضرتك اللي هو مفتاح لبدايه ان احنا نوصل لبشره جيدة وجسم جيد، مش بس البشرة. يعني عدم وجود تجاعيد وكل الكلام ده اللي في البشرة هو برضو في جسمنا. تمام. طيب ايه رأي حضرتك يا دكتور في الحاجات الهوم ريميديز بقى، زي ان احنا او ممكن اقول احسن الحاجات اللي احنا اللي موجودة في كل بيت مصري، يعني مثلا زيت الزيتون، العسل، الحاجات دي حاجات طبيعية، والحاجات دي فيها خصائص، يعني فيها خصائص انتي ايجينج وبتشد البشرة، مضادات اكسدة، فهتفيدنا. ايه رأيك ان احنا نبتدي نستخدمها بدري فتأخر ظهور التجاعيد على المدى البعيد؟ ايه راي حضرتك؟ بص حضرتك، نمره واحد، احنا لما نبتدي مع الاطفال الصغيرين حتى في البيوت، ان احنا نعلم الطفل ده وهو رايح المدرسه احنا ما نديهوش ناجتس والحاجات اللي هي مقليه في الزيت كتير، نديله فاكهه خضار، نديله تغذيه صحيه. نمنع الاطفال من بدايه نشاتهم من المشروبات الغازيه. كل الحاجات دي هيبتدي الطفل وهو طالع يتعود على هذا الكلام. ونبتدي نعلم الناس في البيت، ما بلاش تروحي تشتري كريمات مش عارف ايه والحاجات دي عشان البشره. في عندك حاجات طبيعيه جدا في البيت، الصابون بتاع زمان كويس اللي هو بيحتوي على زيت الزيتون، ده مفيد جدا للبشره. ممكن زيت الزيتون ذات نفسه بس يكون طبعا من نوعيه جيده يعني. العسل، العسل النحل ده لو احنا تعودنا ان احنا ناخد عسل نحل على الريق، ولو نص فنجان عسل نحل والليمون طبعا عليه وكل الكلام ده، انا مش عايز اقول لحضرتك مدى فايدته قد ايه.
الناس اللي بتقعد تعمل ماسكات وبتقعد تعمل الكلام ده بتتعب من الماسكات، بيروحوا يشتروا حاجات يعني باهظه الثمن، وفي الاخر لو بصيتي على المكونات بتاعتها تلاقي فيها عسل وفيها مش عارف ايه، صحيح. الحاجات وحتى كلها الكريمز موجوده دلوقتي، في حتى البيت. كل الكريمات اللي موجوده حتى في الماركت بيبقى فيها كل الحاجات الطبيعيه، يعني حتى الكريمات دي الناس ده حطوا فيها كافيار، حطوا فيها فيتامين، يعني رجعوا تاني بالظبط، وهم للحاجات الطبيعيه علشان نعمل بيها، نشد بيها البشره والتجاعيد. طب بالظبط امتى يا دكتور حضرتك بتبص كده على البيشنت او على المريضه اللي بتزور العياده، او خلينا نقول البنت اللي بتطلب او الامراه اللي بتيجي علشان عايزه تغير من شكلها تخليه احلى، امتى بتحدد لا دي محتاجه فيلر، دي محتاجه ليزر، دي محتاجه كذا؟ هل بسن معين؟ يعني ده بيعتمد على سن، يعني ممكن مثلا تكون 35 وهي لسه صغيره وتقول لا دي انا محتاجه ان انا هتدخل وحامل فيلنج وحامل كذا، ولا بتحاول ان انت الاول تبداها حاجه كونزرفتيف، جلسه ليزر تديها مثلا تتغذى كويس؟ احيانا برضو نقص الفيتامينز بيخلي البشره بيض قوي وبيبقى الواحد شكله مش حلو. بالظبط، هو في البدايه لما بيجي اي يعني مريض او اي حد بيجي يطلب هذه الخدمه، الاول احنا بنقيم الحاله. ما ينفعش ان انا اشتغل على تجاعيد في الوش مثلا والشخص ده اساسا هو بيتعرض لحاجات هتعمل له تجاعيد طول الوقت. ايوه ما صح، هو انا هصلح التجاعيد دي وهتعيد تاني. وهترجع تاني. حد بيشرب سجاير بشراهه مثلا، والدخان السجاير ده بيأثر على البشره، والسجاير نفسها النيكوتين بيأثر على نوعية البشرة، حد ما بيشربش ميه كويس، حد ما بياكلش تغذية كويسة، يبقى أنا اللي أنا بعمله هو مجرد إن أنا هحقن شوية بوتوكس أو فيلر، دي حاجة ظاهرية ومش هتستمر ومش هتبقى مفيدة بالنسبة له، لأن هترجع تاني ومن سن الأمور. صغير قوي يا دكتور بيعملوا كده، والله هو يعني للأسف طبعا الناس ابتدت تشرب سجاير بدري جدا، الناس ابتدت إن هي تبعد عن يعني كل ما، على فكرة الشباب أكتر كمان بيبعدوا عن الأكل اللي هو الصحي، وبقى الصحي. بياكل الأكل اللي هو الجانك فود ده أكتر. اللي المسبب الأول لازم نشيله، وبعدين بعد كده نبتدي نعالج. طبعا بنصح الناس لما بتجيلي أكيد إنه كل ما كان السن صغير ما ببقاش عايز ألجأ ليه البوتوكس والفيلر والخيوط وكل الكلام ده بدري، علشان نحاول ان احنا ندي فرصه اطول للبشره دي ان هي ما تحتاجش تاني وتالت ورابع. بنبتدي في ناس معاها باللي هو العلاج ليزر. التحفظي. العلاج التحفظي ده ممكن عن طريق التغذيه، عن طريق جلسات الليزر. الليزر من الحاجات طبعا الامنه جدا، و جميل، طبعا يعني ده يعني الحاجات اللي اختراع بتبدأ بيها العصر فعلا. الأول. يعني بنبتدي بالحاجات اللي هي العلاجات التحفظية، نلجأ بقى لأن احنا نعمل فيلنج أو نملى بالفيلرز أو نبتدي نعمل خيوط أو نبتدي نحقن بوتوكس عند ما يكون خلاص احنا استنفذنا كل الوسائل الأولى، أو عند ما يكون هو التجعيدة معينة أو السن في تجعيدة معينة. خدي بالك إن الفيلر احنا مش لازم يعني واحد هيجيني عنده تجعيد في وشه، ده ممكن احنا بنستعمل فيلر في الناس اللي عندها ندبات. كويس، هي فكره فيلر حاجه بتملى الفراغ، فاحنا ممكن نستخدمها في حد عنده ندبه قديمه وهو صغير وقع في المدرسه بتاعه خبط كلام من ده، ولكن هي الاستخدام العلمي لكل شيء. عشان كده دايما بنصح الناس لما تيجي تروح لحد يعمل لك فيلر او بوتوكس او يعمل الكلام ده، نقي حد يكون فاهم هو بيعمل ايه. صحيح صحيح. طيب دكتور محمد، انا برضو دايما بيجي على بالي سؤال مهم قوي، دايما بحس ان الناس اللي بيترددوا بكثرة على عيادات التجميل دايما هي مش راضية على نفسها، وكأن السبب مش بس انها شايفة نفسها، لان ممكن تكون هي جميلة بس ما عندهاش ثقة بنفسها، يعني بتعمل كده عشان تعلي السيلف استيم، هي مش محتاجه انها تجمل. ساعتها في الحاله دي انت بقى بتتدخل مثلا تقول لها، ولا بتسيبها لو هي عايزه تعمل ايه؟ دلوقتي بقيته اكتر طبيعيه لزمان، يعني زمان كنت بشوف الفيلر قد كده لازم تحقن قد كده عشان تبقى جميله، وانا كنت واحده منهم، يعني لازم الخدود، انا عمري ما حقنت فيلر بس كنت احب ان الخدود تبقى باينه جدا انها فل، يبقى باين ان انت كده. ولكن في ناس بيبقى من كتر الموضوع ده خلاص بقى دي حاجة مش عارفين يستغنوا عنها. هل الموضوع ده لما بيقابلك وبتبقى هي مش محتاجة فعلا، او هي بتعمله علشان خاطر الثقة بالنفس، انت بتنصح بكده ان اي سيدة
تحس انها عايز ترفع السلف استيم، اوكي روحي جربي واعملي، ولا بتدخل بس لما اكون شايف ان هي محتاجه؟ شوفي حضرتك، هو برضو في جزء مفهوم عند الناس ان التجميل الجزء اللي هو اللي هو يعني احنا خلطين الامر شويه في جراحات التجميل. جراحات التجميل متقسمه لجراحات اعاده البناء وجراحات التجميليه. جراحات التجميل اللي هي الاستاتيك، اللي هي احنا بنحقن فيها الفيلر والكلام ده، الشخص اللي جاي ده مش لازم يكون يعني ما عندوش مشكله، لا هو احيانا بيبقى عنده مشكله نفسيه اكتر بكتير قوي منها ان هي مشكله عضويه. وفي كتير من الناس على فكره بضطر ان انا احولهم لبعض الزملاء من الناس اللي بتشتغل في العلاج النفسي، لانه قد يصل لمرحله من الهوس ان هو مش مقتنع بشكله، مش مقتنع كويس، وده سواء راجل او ست. يعني في بعض الناس بتيجي عندها هوس بان هو دميم، ان هو عنده مشكله قويه جدا، والمشكله دي قد تكون مؤثره على حياته بشكل مش طبيعي. فالناس ما تاخدش الامر بكده، يعني اللي هو ده بيتدلع. أيوة. لا، قد يكون مشكلة عنده حقيقية. قد يكون عنده فعليا مشكله نفسيه تحتاج الى العلاج وتحتاج الى الانتباه. لان الشخص ده لو لم ننتبه لحالته النفسيه ممكن الامور تتطور الى ما هو ابعد من ان هو شايف نفسه دميم او شايف نفسه وحش. لا، ده ممكن ان هو يعمل في نفسه حاجه او يؤذي نفسه بشكل او اخر. فعشان كده بقول لحضرتك دايما لازم الامر يؤخذ بشكل علمي، حد فاهم هو بيعمل ايه. هي مش مجرد ان انا جاري حد هو بيشتكي من ان هو لا عندي تجعيده فاعمل لي فيها فيلر، فاقوم انا مجاوب وعامل له حاضر عشان خاطر يعني هو يبقى مرتاح نفسيا، وهو الموضوع مش ما هو مش محتاج. لا، لازم ناخد التاريخ المرضي كويس، ونسمع العين كويس جدا كويس قبل ما نتعامل، ونشوف الامر بمجمل الطب. طبعا في ناس يا دكتور عندهم هوس بعمليات التجميل، ان هم يعملوا نحت ويعملوا اعاده ملء الدهون، يعني ان هم يعملوا ريشيبنج او يعملوا للجسم، يعني يعملوا ايه، يعملوا اوجمنتيشن في بعض المناطق ويزودوا دهون في بعض المناطق علشان خاطر يعني ده هيرفع طبعا ثقتهم بنفسهم اكتر، ويمكن شايفين ان كده هو ده جسم المثالي للمراه. هل انا لو انا جسمي مش مثالي لازم انا تفكيري او انا اروح لدكتور علشان يبقى عندي الجسم المثالي لانه حلم كل امراه؟ يعني هل ده صحيح؟ بص حضرتك، مفيش حاجه اسمها مثالي، لان استقبالنا للجمال متفاوت. وكل بني ادم بيشوف الجمال من منظوره. في حد بيحب الناس البيض، في حد بيحب الناس السمر، في حد بيحب يبقى تخين، في حد بيحب يبقى رفيع. منظور الجمال ده منظور شخصي تماما. ولكن في مقاييس بيجمع عليها الاشخاص. يعني لو حد عنده سمنه مفرطه جدا لدرجه ان هي بتتسبب في شيء مرضي مزعج، ابتدت مفاصله تبقى شايلاه، ابتدى يبقى عنده سمنه لدرجه ان هي مأثره على وظائفه الحيويه من القلب للضغط للسكر، لا ده في الحاله دي هو دخل في النقطه اللي هي ما ينفعش ان احنا نسيبه. يبقى لازم هنا نتدخل كأطباء ونتعامل معاك كحالة مرضية لازم نتعامل فيها يعني. ولكن قصة الهوس بقى بان انا ابقى تخين ورفيع، الحتة دي تكبر الحتة دي تصغر، برضو هرجع اقول لحضرتك ان دي عامل نفسي. وبعض الناس بتبقى عايزة لمجرد ان هي عايزة تبقى فرحانة بشكل معين بشكل في معين. وفي بعض الناس بتشوفها ان هي قد تكون حاجة اساسية لازم تعمل كده، مأساة، والمأساة قد تصل الى يعني شفت في بعض الناس يعني مأساة طبعا. قد تودي بيهم ان هو بيحبس نفسه جوه البيت وما بيخرجش، وبيحس ان هو عنده نقيصة معينة اكتر من المجتمع اللي حواليه. ده برضو لازم نتعامل معاه بحذر تماما، ونعامله بطريقة يعني علمية بحتة. بقول له برضو لنفسي ولكل الزملاء طبعا الحاجات دي مفيدة وكويسة ماديا، ولكن في الآخر احنا بنتعامل بضمير الطبيب. صح، مظبوط. اللي هو هعمل الحاجة اللي ضميري قدام ربنا يرضيني ان انا بعملها. مش بعمل حاجة لمجرد ان هو زي ما الناس تقول عليه كلاينت، زبون خالص.
يعني انت حضرتك مش مع ان اي واحده راحه كده لا انا عايزه شكل جسمي يبقى زي مارلين مونرو، انا عايزه الشكل ده، انت مش مع ان اي واحده تبقى تروح لناحيه العمليه التجميليه دي علشان بس خاطر ان دي موضه، لان دي بقت موضه دلوقتي. لا هو انا مش مع الطبيب اللي يقبل ان هو دي بقى انت مش واخد بالك دي بقت موضه، لا ان انا يعني لازم انا يكون بقول لك انا مش مع الطبيب اللي يقبل ان انا يجي لي واحد يقول لي اصل انا عايز اعمل كده عشان يعجبني فانا اوافقه مباشره. لا لازم اتناقش معه واعرف هل هو هذا الشخص عنده مشكله فعلا، ولو انا تدخلت جراحيا او تدخلت طبيا هساعده نفسيا اولا ثم عضويا، ولا هنتحول الى ايه ان واحد عايز يجي يعمل حاجه فانا اديني موافق وهو بيطلب طلب وانا بنفذه له. يعني مش عايز اقول مظبوط. يعني مش عايز احطه في كادر مش لطيف يعني. طيب دكتور محمد، انا كنت حابه برضو اسالك ايه اللي ممكن انا مثلا دلوقتي كبنت عايزه استخدمه كل يوم في اكلي بشكل يومي علشان احافظ على نضاره بشرتي، يعني ايه من الفاكهه والخضار ايه الحاجه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها يوميا لازم اعملها علشان معجز، علشان ابان، انا بقول حلقه النهارده ان انا عايزه ابان اصغر 10 سنين، ازاي ابان اصغر 10 سنين؟ وهل الرياضه والنوم بدري والحاجات اللي احنا اصلا مفتقدينها دي هل دي ليها تاثير؟ لان احنا كنا بنسمع يعني زمان كان في بنات كتير وسيدات كتير يقول لك الرياضه دي انا بعمل الرياضه علشان اخس، كان فيها مفهوم ان انت بتعمل رياضه عشان تنزل وزنك، لكن هل الرياضه مفيده للصحه؟ لا. هل لما انت بتعمل رياضه هل في بتبقى سعيد؟ هل هي ليها علاقه بهرمون السعاده؟ هل الرياضه دي بتخلي الجروس هرمون يفرز فننام بدري؟ يعني هل ليها علاقه شيخوخه البشره او ان البشره تبقى نضره وشابه؟ ففي ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده حقيقي، فكنت حابه برضو ان حضرتك تكلمنا شويه عن الموضوع ده. شوف حضرتك، هو البشره هي مجرد السطح الخارجي اللي بيدينا مؤشر لما هو داخل الجسم. الناس اللي بشرتها جافه يبقى معناه ان هو جسمه في حاله جفاف. الناس اللي بشرتها ابتدت تتعجز معناه ان خلايا نفسها ابتدت ان هي تصاب بهذه المشكله وهو العجز. فاحنا تغيير اسلوب حياتنا، نمره واحد زي ما قلت حركة الجراوندنج، ان احنا نبتدي نتصل بالارض مره ثانيه، نبتدي نروح اماكن يكون زي الحدائق، زي الاماكن اللي هي اللي على البحر، الاماكن المفتوحه، رجلنا تلامس الارض على الاقل. يعني طبعا هي في صعوبه شويه نتيجه لحياتنا اللي في انا المدينه، عملت ولكن كده على فكره، ولكن قلت رجلي تلامس الارض ويقولوا لي، قلت لهم لا انا بسمع كلام دكتور محمد شهاب علشان اصغر 10 سنين. ده حقيقي. هو احنا مهم جدا ان احنا نتصل بالارض عشان خاطر نبتدي ان احنا نفرغ الشحنات السالبه اللي في جسمنا وتروح لالكترونات الارض الموجبه اللي هي هتخلي الجسم يبقى افضل. للاسف احنا كنت عايز يبقى في الصور تخرج. لا هم بيجهزوها الصور عشان نوري للناس، لان المساله هي مساله اصبحت علميه تماما. الناس الصور هتنزل الناس دلوقتي مش بنتكلم عليها مجرد كده، لا احنا قدرنا نصور بالتصوير الرنين والرنين الاشعاعي، يعني نوع من طرق للتصوير. الصور على الهواء نزلت اهي يا دكتور. هنشوف. بص حضرتك، ده مريض مثلا كان بيعاني من التهابات شديده جدا في عضلات الرقبه والظهر. يا الله. انا شايفه. وبعد حوالي 40 يوم من الجراوندنج اتصور مره ثانيه. على اليمين دي لو خدت بقى حضرتك ان اللون الاحمر والبرتقالي تقريبا اختفى. اللي هو التركيز العالي للتيار الكهرومغناطيسي اللي عندنا، اللي هي بنسميها الانفلاماتوري ريسبونس اللي موجود، حاله الالتهاب في العضلات اللي هي موجوده. ده بمجرد ان هو عمل ارضي جراوندنج. الناس كانت زمان فاكره ان هذا الكلام يعني مش حقيقي، ولكن لما ابتدى يبقى فيه قدرنا نصور. النهارده احنا عندنا التصوير البوزيترون ايميشن توموجرافي والام ار اي والام ار اي ترايفيزكس والحاجات دي، كل دي خلتنا نقدر ان احنا نوصل احنا نشوف بعينينا. يعني تخلص الجسم من الطاقه طبعا. في صوره ثانيه زيها لدين، لحد كان بيعاني برضو. ايوه ده حد كان بيعاني من التهابات شديده وكان بياخد علاج روماتويد، وكان العيان
يعني الروماتيزم كان مبهدله تماما، وكان جزء من العلاج بتاعه ان هو يعمل جراوندنج. انتوا لازم تعملوا يا جماعه كلكم جراوندنج. لو شفتي حضرتك الفرق بين معدل النشاط بتاع الالتهاب في الايد على مدار ال 40 يوم اللي هو اتعمل له فيها الجراوندنج، هتشوف فرق رهيب جدا. شوف الدنيا لونها احمر ازاي، كل ده محتقن بالالتهابات، ثم بتقل تماما خالص لحد ما توصل ان هي حاجات بسيطه تماما، والعيان بقى استجابته حتى للعلاج اللي هو الكونفنشنال اللي هي علاجات الروماتيزم اللي احنا اللي كان بياخدها ابتدى بقى افضل بكتير جدا. سبحان الله. انا ملاحظه يا دكتور محمد ان احنا كل ما بنتقدم بنبتدي نرجع ناخد حاجات من الطبيعه، مع ان ده كان الاساس. ده حقيقي. يعني شوف ازاي احنا كل مدى بنتقدم وبنخترع حاجات، والانسان بيبقى عنده فرايتس كتير يقدر يعمل منها علاج، لكن دايما بنرجع للطبيعه. سبحان الله. طبيعتك ازاي وكنت بتعمل ايه؟ لان حتى زمان ما كانش في كميه الامراض الموجوده دلوقتي. بالظبط. لو هوريك هنا في صوره هتلاقي فيها كره ارضيه في النص ومحطوط حواليها يمين وشمال كميه الحاجات اللي احنا بنتكلم ازاي ان الانرجي بتاعت الطاقه اللي هي الالكترونات الموجبه اللي في الارض بتعمل ايه؟ بتقلل الاسترس، بتقلل الشد العصبي، بتزود الطاقه بتاعتنا، بتزود الطاقه العمل بتاعت القلب، بتزود ديناميكيه الحركه، مضاد للالتهاب. طبعا مضاد التهاب يعني انا بدي فرصه للجهاز المناعي ان هو يبقى اقوى. طبعا. كويس. النقاهه من الامراض بتبقى احسن. كلمه ريجوفينيشن، ريجوفينيشن يعني اعاده النضاره، اعاده الحاجه كمان اللي احنا يعني مؤثره جدا فيها ان لو شفنا اخر حاجه اللي هي راديشن شيلدنج، تخيلي ان هي بتاثر، يعني احنا طول النهار معرضين لاشعاعات وتيارات كهرومغناطيسيه، تليفونات والايبادز والكلام ده. دي احسن حاجه بتمنع عنا هذا الامر، او بتعمل نوع من التصريف للالكترونات اللي جايه لنا من الاجهزه اللي حوالينا دي علشان ما تاثرش على اجهزتنا الحيويه. وفي حاجه، في يمكن رسم بياني هو يعني لما يظهر كده هنشرحه. رسم بياني بيقارن حالة النوم بتاعتنا كويس ما بين الناس اللي عاملة هو ده الجراوندنج او اللي عملناها دي ستادي كويس. ازاي ان احنا عندنا الكورتيزول اللي في الجسم بيفرز بحاجة اسمها سيركارديان ريزم، او اللي هو ان هو بيبقى عالي في النهار وبيسكن في الليل عشان نقدر ان احنا ننام. الناس اللي عندها اي لخبطه وعندها الكترونات زائده هي لا بتعرف تنام ولا الكورتيزول. صحيح. ده بيتفرز بطريقه سليمه. عملوا مقارنه في دراسه اسبوعيه على الناس اللي هي جراوندد في 12 شخص و12 رجل وامراه، لو ان 11 من ال 12 ناموا اسرع، 5 من 6 سيدات كان عندهم مشاكل اللي هي ما قبل الدوره، احتقان ما قبل الدوره والهوت فلاشز اللي بتحصل لها اقل، لقوا ان 9 من 12 كانوا عندهم طاقه وحيويه اكتر بكتير جدا، وكانوا لقوا 9 من ال 12 ايضا كانوا ما عندهمش شد عصبي ولا قلق ولا اكتئاب اكتر من طيب العادي. الجراوندنج يا دكتور ان انا رجلي تلامس الارض ولا تلامس انت بتقول نرجع نمشي تاني في الحدائق نمشي، انت قصدك ان احنا نلامس نحرر الطاقه عن طريق ان انا امشي يعني على الارض من غير تحرير الطاقه بتاعتنا او تحرير الالكترونات السالبه؟ هو الاتصال بالارض، الارض الطبيعيه. كويس. يعني فسرها كده اللي بيتفرج عليه حافين، يعني نمشي حافين في جنينه، نمشي حافين على رمل، او نمشي ممكن نمشي حافين في بيوتنا بس هيزعلوا مننا. لا هو الحقيقه عندنا مشكله في بيوتنا. هو طبعا في حل لهذا الكلام، لان هو طبعا البيوت عندنا للاسف مع البناء الحديث دلوقتي اصبح الناس ما بتتعاملش مع تصريف الارضي نتيجه استعمال المواد اللي هي السنتاتكس كده، المواد الصناعيه كتير. فاصبح مش زي البيوت بتاعت زمان. البيوت بتاعت زمان كانت بتتبني بالحجر، فيها خشب، فيها حديد،
كل يعني ده مش متصل، هتبقى نافعة، كل ده متصل هتبقى بالارض. فعالة احنا النهارده عندنا قوي. سيراميك وعندنا مواد كلها تخليقيه. لا هو في صوره هنا لو شفت بعض الحاجات اللي هي بتساعد على الجراوندنج دي، او اللي هو الارضي، بعض الحاجات هي بتتباع موجوده على النت على فكره، مش حاجه صعبه يعني. يعني ممكن ان بنقدر احنا بنقدر ان احنا نستخدم، لو نزلنا الصوره بتاعتها هنلاقي صوره زي اسوره وزي لان حاجات، الحاجات دي دايما بيقال بس مش انها اسوره اللي هي بتتباع. ايوه لا لانها هتشوفي بتتباع، حضرتك فكنت منجيب عايزه الصوره دلوقتي هتشوفي دي شكلها عامل منتشره ازاي، جدا لانها يا لا دكتور. الاسوره ايوه دي بتيجي معاها ادابتر وسلك، والسلك ده بيتركب بطريقه معينه لحاجه كابل الارضي، عشان لو انا بيتي مش معقول انا خلاص هعزل مثلا ولا همشي من البيت ولا كلام من ده، وفي نفس الوقت مش معقوله هنزل ادور كل يوم على جنينه عشان امشي فيها حافي. مثلا فهم لقوا طيب الحل ايه؟ انه بيبيعوا البريسلتس دي، او اللي هي الاساور او الحزام، او في بعضها زي المرتبه، وفي بعضها زي الحاجات دي، وبتتوصل بسلك وبتعمل لها معاها، بيجي معاها كتاب ازاي اوصل نفسي بحاجه تعمل لي ارضي. لو قعدت بيها من 20 دقيقة ل 40 دقيقة كل يوم، الكلام ده بيبقى كافي هيأثر ان انا عليا. اصرف كل الالكترونات اللي هي الزائدة السالبة اللي موجودة في جسمي الى الارض. اعتقد ان بعض ممكن يكون بعض الشركات ابتدت تعملها في مصر، ولكن يعني هي منتشرة موجودة على الانترنت جامد جدا. دي نمرة واحد يعني، لو جبناها دي هنصغر، اهم دي حاجة هنصغر 10 سنين، اهم دي حاجة ان دي احنا الاساس نصغر عشان نبتدي ان احنا يعني تأخر. جسمنا يبتدي ان هو يرتاح من هذا الجهد الكهربي اللي موجود عندنا. نمره اتنين بقى، نبتدي ان احنا ناكل حاجات مفيده. زي بقول لحضرتك، لو علمنا الاطفال وهم رايحين مدرسه ما يحطش بقى الناجتس ونجيب البرجر ونجيب حاجات الشيبسي والحاجات بلاش اللي هي الدم. محطوطه في مواد حافظه كتير جدا، لا الام تعمل تقطع طماطم علبه خيار تقطع ممكن. فيها طماطم خيار جرجير خس، تحط له فاكهه اللي موجوده، الفاكهه اللي موجوده في الموسم. مش بقول لك لا مش صح، لازم يعني هنوكل الولد اصله افوكادو ومش لا عارف ايه الحاجات هي احنا طبعا. بس الناس اللي اللي بتقعد موجود، تطلع اللي تقول موجود عندكم يا جماعه كلوا افوكادو وكريز مش عارف ايه، لا حطوا، مش على عايزين قد نعقد الناس. امكانياتنا اللي موجوده مظبوط. والمتاحه. فاكهه كويسه جدا بكل مشتقات الفاكهه كويس، بس تكون الفاكهه تكون صبحه مش مجمده، جايه من مصدر احنا نكون يعني على الاقل واثقين فيه، لان طبعا كتير من الناس بتستخدم هرمونات وحاجات في الفاكهه. لو قدرنا ان اي فاكهه موجوده بتاعت ربنا كل دي فوائد، لانها مليئه بالفيتامينز والاملاح المعدنيه بتاعتنا. نبعد عن الدهون، نبعد عن الاغذيه المحفوظه، نبعد عن العصاير المحفوظه اللي الولاد كلهم يعني طول الوقت عمالين يشربوا فيها. اللبن كارثه اللبن بقى. الناس يقول لك لا انا ما بجيبش لبن غير من اللبان. ايوه طيب حضرتك جبت اللبن من اللبان، انت عارفه اللبن ده مكوناته ايه؟ عرفتي هو حفظه ازاي؟ دي كارثه طبعا. دي كارثه. ونيجي بقى نعمل ايه؟ يقول لك عشان خاطر نتقي اللبن ونروح غالينه. اتغلى اللبن حضرتك كل فوائده انتهت. مظبوط. يعني احنا كسرنا كل الحاجات اللي فيه ما بحبش بعمليه اللبن. الغليه. لا هو اللبن حاجه مهمه جدا، ولكن باكل اللبن المبستر. واقول لهم كلمه كده يمكن ناس كتير قوي هتزعل منها، لما تيجي تشتري لبن من الاماكن، عايزه تشتري لبن بقى اللي هو يعني لينا للاستهلاك العادي، وطبعا اللي هو سعره هيبقى رخيص، ماشي اشتري اي لبن، لكن عايزه تجيبي لبن لطفلك او لابنك مفيد، اما تيجي تخش السوبر ماركت دوري على اللبن اللي هو محطوط في التلاجة واللي مده صلاحيته قليله، لان ده مبستر فقط. دي معلومه دي مفيده كمان ليا يعني، بالنسبه لي ده لبن ادور على مبستر مده فقط. ما تبقاش يقعد لكن اللبن اللي هو محطوط بره بعيد عن التلاجة وبيتحط في كراتين وتساب في اي حته ومده بلاش. صلاحيته كذا، ده لازم يكون عليه مواد حفظ. لا دي معلومة كويس. مهمة كمان، ما أنا هو مش كمان قادر يعيش طبيبة بس لوحده كده. يعني عرفتها النهاردة من الدكتور محمد. طيب دكتور أنا كنت عايز أسألك كمان على حاجة، في ناس بتاخد الكولاجين طبعا ده منتشر قوي دلوقتي، الحبوب يعني بدل مثلا ما ياخدوه من الأكل
ياخدوا الكولاجين كده عشان بشرتهم، فتقول لك لا ده بشرتي انا عايزه بشرتي تشد وتبقى مليانه كولاجين كده، والكلام اللي احنا دايما بنسمعه ده على اساس. وفي ناس بتحط كريمات برضو على طول، وبعدين بيحطوا كريمات بطريقه غلط جدا، يعني عشان تبقى عايزه الكولاجين يدخل جوه بشرتها، فممكن تستخدم الكريم مرتين ثلاثه اربعه على اساس انها كده هتدخل الكولاجين او انها هتاكله. هل الكلام ده يعني علميا ليه اساس؟ وبعدين لو انا عايزه اخده، الاحسن ان انا اخده من الاكل مثلا، شوربه الكوارع، من البيض، يعني اخده، اخد الحاجه من مصدرها بغض النظر انا يعني من غير ما اخدها فيتامينز، يعني اخدها من الوجبه الغذائيه. هو بلا شك طبعا، يعني حضرتك سالت السؤال اللي هو مجاوب نفسه، اللي هو انا اجيب من المصدر ولا من ده موجود، ولا بروح اجيب من المصدر ولا ادور على الفرع؟ لا انا اجيب من المصدر طبعا. طبعا قصه بقى الكريمات اللي هي يعني فيها حاجات وحاجات وحاجات وحاجات، لو شركات الادويه ما عملتش كده مش طبعا هتكسب، لا ولو ما خاطبناش الناس بهذه الطريقه الناس يعني هتتضايق. والله بس انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني إيه، انت مهما تحط انت برضو لازم كده كده في النهايه هتروح لدكتور التجميل وهتقول له اعمل لي حاجه، يعني ما تسيبنيش كده. بالظبط. ممكن وهقول لحضرتك على معلومه يمكن الناس ما تعرفهاش، في بعض الكريمات اللي هي بتبقى موجوده، الكريمات بقى اللي هي ليها فعاليه علميه بحقيقي، اللي هو ما يقدرش المنتج بتاع الكريم ده يسيبه في ايد اي حد. يعني انا ما اقدرش ان انا كشخص كشركه ادويه اعمل منتج فيه اي نوع من الحرفيه الشديده واسيبها في ايد اي حد كده يتعامل معاها. بعض الحاجات اللي بنشتغل بيها في العيادات وفي المراكز بيجي مكتوب عليها فور بروفيشنال يوز، يعني معناه ايه؟ ان لا يستعملها الا شخص مهني. طبعا حد طبعا. معناه ان هو ما ينفعش الكريم ده او الماده اللي احنا بنستعملها سواء لتبييض بشره او كلام من ده، دي ماده لا يمكن استعمالها الا بطريقه علميه، لان ليها يعني مضار وليها اعراض جانبيه وليها كل الكلام ده، فيتكتب عليها دايما ايه؟ للاستعمال المهني فور بروفيشنال يوز. يبقى معناه احنا عارفين ان كده في فرق، في فرق ان انا اسيب كريم كده اي حد يلعب بيه، حد كبير حد صغير، حد يحط الكريم على وشه ويعمل اي حاجه بالكريم في لا ايديه او في رجليه يستخدمه وما يسيبوش ب وما يجيبش كمان نتيجه. ما انا بقول لحضرتك هو النتائج معظمها هو ترطيب البشره. ترطيب البشره يعني النتائج لازم اجي اعمل تريتمنت عند دكتور التجميل، اعمل اي حاجه المفروض. ممكن لازم اعمل تريتمنت عند دكتور التجميل اي نوع من الترخل التجميلي. وبعدين دلوقتي ما بقاش يا دكتور زي الاول، يعني زمان مثلا، دلوقتي يمكن انت خدتني في الحوار، دلوقتي منتشر قوي الخيوط ان انت تشد البشره، الثريتس دي طبعا تأثيرها رائع جدا، غير بقى الفيلر والبوتوكس وكده. يمكن دي من الحاجات اللي ما بقتش، كان دكتور التجميل زمان بيعمل عملية شد. بص يا حضرتك، ما هو برضه الناس لازم تفهمها يعني ايه خيوط. الخيوط ثلاث انواع، اما خيط جراحي وده بنستخدمه احنا فاتحين الجلد وبنعلق بيه العضله نفسها ونشدها ونربطها، اما خيوط الغير جراحيه اللي هي بنحطها من غير ما نفتح ومن غير ما العيان يبقى في اي فتحه جراحيه. منها انواع بنخش ونطلع بيها بطريقه معينه بحيث ان احنا نشد بيها خارجيا وبعدين نعقدها، وفي نوع تاني اللي هو بيستفز حاجه اسمها استفزاز الكولاجين بتاع الجسم. اللي بيحصل احنا بندخل الخيط ده على خلاف، انا طبعا انا بتكلم يعني بطريقه مختصره جدا، يعني ببسطها ومبسطه، ان احنا لما بيخش الخيط ده، الخيط ده بيستفز نوع من الالتهاب في المكان، التهاب موضعي دقيق جدا بيخلي ماده الكولاجين اللي هي البروتين الاساسي اللي موجود عندنا في منطقه في الجلد بتاعنا تروح على المكان اللي دخل فيه الخيط ده. الخيط ده بيدوب كويس، واثناء الدوبان بتاعه بيكون الجهاز بتاعنا المناعي والجهاز اللي بيرمي بروتين الكولاجين بيروح في مكان الخيط ده يقعد مكانه. معروف ان هو شويه الكولاجين اللي هيحصلوا دول يعملوا ليفتنج، هيعملوا شد، هيعملوا شد بكذا طريقه طبعا، يعني شرحهم يطول، ولكن ليها طريقه ان هي الكولاجين ده بيروح يقعد في المكان الخيط اللي موجود ده، فيبتدي البشره اما في بعض الخيوط للتندر فقط اللي هي بتاعت الريجوفينيشن،
ودي بتبقى عاده من نوع معين صغيره، وفي خيوط بتستفز الكولاجين لدرجه ان هو يعمل شيء من الكولاجين الزائد اللي هو بيقصر مسافته يقوم يشد البشره تحت منه. هي كل فكره ان انا بعتمد على الجسم، هو انا بقول له يعني وعلى حسب ما انت في الحاله يعني شكلها ايه. لا دي تنفع، لا دي مثلا في الفئه العمريه ال 50 غير ال 30 غير ال 40. طبعا اكيد لما هيجي لي حد شابه صغيره عندها شويه يعني وشها وشها ضعيف شويه او يعني مش متندر شويه، فبحط لها خيوط بتاعت نضاره فقط اللي هي يعني لمجرد ان هي تزيد من نضارة البشرة. لكن طيب هو التكنيكس يا دكتور، التكنيكس بتاعت الفيلر، هل الفيلر انا ممكن اعمل بيه شد ولا جاست فيلنج؟ يعني ممكن اشد بيه، ممكن استخدمه في الشد؟ اه طبعا هو في تقنيات كتيرة لاستعمال الفيلر. الفيلر انواع، ما هوش نوع واحد. الفيلر اما بنستخدم الفيلر بيتقاس بالوزن الجزيئي بتاعه واللي بيتقاس بالتماسك ما بين الجزيئات بتاعته. فطبعا لما نيجي نروح القسم، ان انا لو واحد عنده تجعيده قويه جدا في وشه، مش مجرد ان انا احط له اي فيلر وخلص الموضوع. لا، ده ممكن اللي عنده يحتاج اكتر من نوع فيلر. فيلر عميق، ثم فيلر في منطقه الوسط في الجلد، ثم فيلر بالمنطقه السطحيه، علشان خاطر ابقى انا مليت هذا المكان، قعدت ملو الفراغ اللي حصل نتيجه للتجعيده دي. ممكن ايضا بالفيلر ده ان انا بعمل في اماكن حاجه بنسميها يعني عمود الخيمه، ان انا برفع في مكان معين يوم يشد الجلد في مكان عشان يقوم يشد الجلد في المكان التاني. ده تكنيكس جميله دي. بالظبط، هي بتعتمد على طبعا الدراسه العلميه، وبتعتمد نمره اتنين طبعا على ايد الشخص اللي شغال ومدى خبرته في العمل بالفيلرز يعني. بالفيلرز. طيب دكتور محمد، انا كنت حابه عايزه اتكلم معاك على حاجتين احنا ما بناخدش بالنا منهم. اولا احنا عندنا النوم مش متظبط خالص، يعني احنا بننام تقريبا المفروض ان انت تنام في الضلمه وتنام وقت معين علشان الجروس هرمون، علشان تبقى اصغر، علشان حتى تقوم من النوم مفيش ستريس. لما بتعرفش تنام كويس تاني يوم بيبقى يوم في الوش بيبان عليك، يعني سبحان الله تحس ان انت يقول لك ده ما نمشي انا شكله معجز او شكلها تعبان، ايدجنج كده باين عليها، ده حتى لو هي صغيره بس بتبان قوي. كمان تاني حاجه برضو ما بناخدش بالنا منها، ان احنا هاملين خالص فكره الرياضه من اي نوع، حتى المشي في البيت بتكسل تقوم لحد المطبخ تجيب حاجه. فده من ضمن البروتوكول او من ضمن الحاجات اللي انت بتقولها وبتنصح بيها لاي حد بيجي لك مع الحاجات بقى اللي انت بتتدخل بيها، سواء اي نوع من التريتمنت اللي انت هتعملها. يعني ده حاجه مهمه من ضمن اللايف ستايل اللي ان احنا نقدر نصغر بيه العشر سنين اللي انا قلت عليهم. طبعا انام كويس. هقول لحضرتك على حاجه، اولا هو الطبيب مش مجرد ان هو شويه علاجات بيديها او جراحات بيؤديها. لا، الطبيب كان يطلق عليه زمان الحكيم، اي من اوتي الحكمه. يبقى معناه ان انا لازم يجي لي الشخص، انا مش مجرد ان هو اتعامل بهذه الاليه، انت عندك كذا هكتبت له العلاج او ليك عمليه كذا هننفذها وخلص الموضوع. لا، انا باخده كشخص لازم ابنيده كل اعيد ترتيب مفردات حياته. النوم اساسي طبعا. دكتور محمد شهاب الدين، انا طبعا مستمتعه جدا بالحديث معاك، وان شاء الله باذن الله هيتكرر تاني، علشان في اسئله كتير جدا ما سالتهاش وعايزه اسالها، وللحديث بقيه زي ما بيقولوا. انت النهارده نورتني وشرفتني، وانا حتى كطبيبه ودكتوره عرفت حاجات كتير منك انا يمكن كنت محتاجه اني اعرفها، واكيد الساده المشاهدين. دكتور محمد شهاب استشاري الجراحه والتجميل والحروق كان معانا النهارده، الف شكر ليك يا دكتور. اشكرك. النهارده اتمنى ان انا اكون وصلت لكم معلومات كنت حابه ان انتم تعرفوها في التجميل والليزر، وان شاء الله حلقات جايه في طبيبك الخاص مع دكتوره هند نصير، والى اللقاء.